روزانا.تي.إف أيوة روزانا.تي.إف كل يوم نحكيو على موضوع ولا عادة من عادات تونسي يظهر لي العادات خايبة نحكيو على عادات الخايبة خاطر ما اختارناش الحشيشه مش عادة باهية عادة خشبة الحشيشة هي ولا انت والحشيشة انت والحشيشة والحشيشة فما حشيشة نظيفة فما حشيشة ماهيش نظيفة فما ناس تحشش مثلا على نقشة سلي حشيشه باهي بار اكزومبل سلايم مشكله تو باش يولي يلعب يتحشى صار له مش نسميوه حشيش سلايم صحيح صحيح شكون يحشش الاولاد هون؟ انا تحشش؟ اي على شنو؟ بيان سور على الدخان والقهوه الدخان والقهوه صباح في الوقت الاخرى دوبا ما نفيق خاطر انا بطبيعتي كي نفيق يلزمني قهوه ذيك اول حاجه ومعها الدخان معناها هذيك ممكن ممكن انا نستخايل ما هذيك تظهر لي حشيشه بالكش نجم نكون انا نستخايل اما انا بالحق راه كي ما نعملش سيجار وقهوه صباح نبدا شويه على اعصابي بون سنستويك ثلاث ايام نهار الاول لا اليوم ماكش برشا مرتاح اليوم على اعصابك شويه لا 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 اليوم بالعكس اليوم مرتاح وعامل جو على الاخر حسيت على اعصابي لا انا بالعكس البارح حسيته طويل شويه النهار ممكن خاطر زاد تخدم في الليل بتيت خاطر عندك تحضيرات لا اي ممكن زاد خدمة الليل اما كل نهار وكيفاش اما سينو المكسر اللي تسأل يقول لك نحش على القهوة وعلى الدخان الجوع والعطش لا بالحق ما القرية سخونة نهارات العطش والله مش ما عطشتش لاباس لاباس الحمد لله الواحد يشرب برشا في الليل ما يعطش راغب تحشش لا لا ديما ايديال راغب لا لا ديما لا خلي ما حشش معنا ايديال اي معناتها كيفاش ما تحشش ما تنرفزش ما تعليش على اعصابك في رمضان والله يا سلام هكا جماعه لوطا قالوا لي شبيك هايج اليوم وانا عندي ثلاث ايام هكاك الحمد لله يا ربي والله بالحق مسجد رمضان تلقاني هكا فاشل شويه معنا نبدا فاشل هكا مش والله بالحق ما نحشش ما عنديش علاش نحش والله بالحق انا بدي نحاول نغلبه بالجو معنا رمضان السنه نحس في روحي ناشط على الاخر الحمد لله من اول الحمد لله نعمه من عند ربي هذه والخدمه راهي عندها دور وي تعدي لك النهار تعمل سيرتو عندك الامبيونس مزيانه تخدم باش تعدي نهارك عندك الخدمه والاخر جست تعدي النهار خاطر على ذاك سينو ما نخدمش عندك الخدمه سينو ما نخدمش ولا ما نصيمش انا منهم ما نعرفش انت ضميرك فما الخدمه والاخر تاع تروح بن قردين البارح شندول شندول لا تبارك الله عليك شعدي وقت بالرسمي تحس قصدي كل وقت البارح بالحق ماتش بدا من 3:30 وفي 7 احسن ماتش عدنا عشان كان نتفرجوا فيها وداخل خارج الترا شكون هذا؟ هذا ما تفرجش البارح؟ لا ما تفرجش في الماتش ما فاتك شيء بون لما عالم هذا مسؤول في اتحاد بن قردين نائب رئيس الماتش يبدا يلعب ويدخل التيران بلبز اللعبة حسيتها كورتو عرفت كورتو ولا الكورة الماتش يقعد ساعة ونص زينه قداش قعد هو؟ 4 سوايع البارح ما 3:30 وفي 7 بالحق 3 سوايع ونص عدى الوقت عمل شويه امبيونس نايم برشا امبيونس لا الحمد لله ما عنديش انت ما تكيفش وماكش مغروم بال هذه القهوه اللي زاد اللي مسانس في الصباح يعمل قهوه يزمو في الليل يعملها القهوه ذيك باش راسهم ما يجوعوش خاطر هما كلهم منبهات مش اللي يتكيف برك زاد كافيين حتى اللي مسانس في القهوه زاد خاطر فما كافيين الكافيين والنيكوتين وزيدهم الكوكا زاد حتى اللي مستانس بالكوكا كل يوم الكوكا معناها الجازوزة زاد بالحمد لله فهمناك تعم في شهر ليه هاو شهر سايم جازوز لا بالحق خاطر الكوكايين جيت نقول انا خاطر فيها البرودوي هذاك اللي بالحق منبه فيها الكافيين لا كافيين فيها الكوكا فيها لا فيها الكوكايين فيها الكوكايين فيها منبه معناها شوف الكوكا مصنوعه من نبته الكولا نبته الكولا اللي هي لا الكولا اللي هي ياخذوا منها الكوكايين ايوه الجازوز الجازوز معناها عملنا اشهر اس جازوز انا عملته مش مشكله تستنى فينا احنا هي يلا انا ملي ما نحشش جمله انا جمله ايش بك تعمل ما نحشش وترعش عشان ما قاعده نتفكر شنو النجم نحكي على الحشيشه وفيت عندي بابا بالله عندي بابا سبحان الله عندي بابا اما لا حشيشته نقول لكم من جيب حشيشته حلوه هاي سايبولي بابا ريتك تنرفز سايبولي بابا حشت Ha ha ha!
بابا كيف يحشش شنو يعمل؟ بابا كيف يحشش يمشي ويشري يشري برشا حاجات للدار، معناها حشيشته تجي في انه يشري على المصروف بالضبط. بابا من الناس جيبوا تاكلوا مش حاجة نتاع ماكلة، لا لا مش حاجة نتاع ماكلة، يمشي يشري الماء يشريها اي حاجة يشري المهم يصرف. صحيح اذا كان لازم باش يشري فريجيدير جديد يشري فريجيدير عنده حشيشة المصروف. بعد انا جبت عليك 20000. اي مرة توا قاعدة ماهيش معرسة تتمنى تاخذ راسك ابو زين. والله كل نهار عرفت تنرفزه يقول لك كل نهار هو داخل بحاجة بعد نفسد لك وجهك ب 20 دينار. ونذكركم نذكر قبل انا نمشي نخلي لكم واسعة وعريضة وندخل لكم بلازما. أي سيدي نصرف 100 دينار 100 دينار تنجم تربحوها كاش اليوم. أما ليه؟ روح من القراية قبل ديريكت ويت ندخل في رمضان نرفزو مش هكمل الجملة يا أخوانا، هو أنا مش هكمل الجملة بربي يجيبوا أنفيتي ممكن اسمع جيبوا قريب يوفاش. دونك قلت لكم نتفكر قبل كي نروح من الليسي وندخل للدار ما عادش نسال على بابا وين، نسال بابا شنو شري اليوم، نسال شنو شري ما شنو فما جديد اليوم، عرفت ديريكت. اما عندي شكون اخر اللي بعد ما عرست لقيته ما يحشش جمله، اما سنة اول عام يحشش. نسلم عليه برشا راجلي سلم عليه يحشش بالكدا، هو مش من الناس. زينب اش قالت عبد زيد عرفتهم بعد ما عرست. سرجك عرفتهم بعد ما عرفت حشش لا عرفت فيه الحاجه هذيك عرفت فيه الحشيشة. ما كانش يحشش بالكل سنة اول عام نهاري الاولين عداهم لي حشيشه ان شاء الله يطلع كيبوك يحشش على المصروف دو ما يقوم يحب يخرج يحب يخرج للدار يحب يتنفس يحب حشيشته تحسه مخنوق شوي. اسمعك سكر عليه باب شعب لا يحب يطلع يطلع تسكر علي البيت لا وحتى القومين ما يحبش يقوم مخر هذه اول حاجه خاطر ستانس بالقومين بكري ستانس نهار السبت الاحد يمشي يعمل قهوه في وسط البلاد دونك كيف لقى روحه سبت واحد ورمضان وسبت واحد وفي الدار حس بالغمه يظهر لي دوب مقام ديريكت لقيته حال باب الدار وخال وين ماشي هلاش قام ستانس يخرج عم قهوه الصباح خارج هما يقولوا فما نساء تنبت الحشيش الازرق في اللسان نتاع الراجل كيفاش هذوما يقول لك تنبت له الحشيش الازرق في لسانه معناتها حاجه خايبه ولا باهيه معناتها كيف اللي باهي كما كد النوار هذيك نتاع الفيسبوك الزرقاء هذيك يعني تعمل فيه بالعمايلها لا لا ما عملتش الحقيقه ما عملتش حتى مش عليك كان اي لا لباس لباس الحمد لله يا ربي فوالا دونك هذه الحشيشه نسلم عليه برشا نقول له نقص شويه من الحشيشه اي بربي سيسمع لزيك وما تخليهاش وحدها في الدار لا انا ذكر الحشيشه اول نهار في رمضان جاي للخدمه الصباح 9 نتاع الصباح نلقى زوز مش محشين برك حسينه نقصه كان بوني ما لحمتش والله لهنا في البلاس من البلاسات لهنا لحمه لحمه مزمر لا في رمضان يكثر مشاكل بالحصباح لا لا مازالوا يا ربي لما لاليك معناها 9 تاع الصباح ما عندهم ساعه ما مش هذول ما هي راي في المخرة يمكن هي تركب صحيح تركب لك انك تقول انا بعد ما نعملش قهوه اي صحيح وتعدى تلقى قهوه مسكره تحشش وحدك صحيح ايش باب مسكر على يمسك كيما محمود فم واحد يحب جماية ذيك حكاية ذي ترى حكيها اللي نحكيها لك زين بعد في الاوف ضحك على الاخر محمود البارح شد لنا في واحد سخس على خاطر يحب حمل رمضان البونتيه